هنروح على الخبر اللي بعد كده ده، يعني انا شايفه خبر مهم، خبر يعني الحقيقه محتاجين نفرد له بس شويه وقت قبل ما نروح يعني للتقرير. في موقع تم انشاؤه منذ 3 سنوات اسمه موقع تتويج. موقع تتويج، هذا الموقع متخصص بمتابعه الرياضه بشكل عام، ولكن بيركز اكتر على الالعاب الاخرى. اذا هو موقع يمثل كل او محبين الالعاب الاخرى، لان الحقيقه فيها جهد بيبذل فلازم تكون متغطيه بشكل جيد. الحقيقه هذا الموقع سن سنه جديده، حاجه جميله جدا. عمل استفتاء على موقعه، افضل رياضيه، افضل ناشئه، افضل ناشئ، افضل رياضي، افضل مدير فني، استفتاء لموسم 21، وسمح لكل الجماهير انها تخش تصوت. الحقيقه يعني حاجه جيده جدا. طبعا كلها او كل الـ الـ طبعا ده الحفل والصوره من الحفل، طبعا كل الاتجاه وكل الـ الـ التصويت على الالعاب الاخرى، مش هتلاقي حاجه للكره خالص. فالحقيقه فكره جيده، فكره محترمه. منذ يومين تم عمل حفله لتسليم طبعا الافضل الجوائز. دي صور من الحفله او لقطات من الحفل. مين اللي حضر الحفل ده؟ لفيف من قيادات الدوله المصريه، و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، حضر الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، عندك المهندس شام حطب، عندك المهندس شيف العريان، عندك رئيس الاتحاد الخماسي، عدد من السفراء، رئيس الاتحاد الخماسي الدولي، رئيس الاتحاد الدولي الخماسي كان موجود هنا طبعا عشان يحضر فعاليات كاس العالم للخماسي الحديث، وجه له الدعوه وحاضر. فطبعا كان في مجموعه وطبعا عدد من سفراء الدول هنا في مصر. فاذا كان حفل يعني مهم جدا ان احنا نفرد له وقت، مهم جدا نتكلم عنه، والسبب لانه بيمثل الالعاب الاخرى وبشكل او باخر بيدي يعني اهتمام لهذا الجانب من الرياضه اللي احنا يمكن محتاجين اكتر واكتر من هذا. عندنا في النادي الاهلي في بطلات كتير فازوا بالافضل، يعني يمكن عندنا نهله سامح الكابتانو الاسطوره كابتن فريق الكرة الطائرة واللي كسب الجائزة أحسن لعيبة جماعية، وجت بعديها في المركز الثاني هما بيكرموا الأول والثاني. غادة حسام نجمة فريق كرة اليد وحارس مرماه حققت المركز الثاني. ولو رحنا لجائزة أحسن لاعب محترفة فهتنافس عليها 2 من لاعبات النادي الأهلي، مروة عيد عبد الملك وكمان اللي محترفة في نادي نيس الفرنسي، ونور الله ياسين نجمة الكرة الطائرة صاحبة مركز 3 اللي بتلعب لعيبة مركز 3 النادي الأهلي، بتلعب في أحد الجامعات الكبيرة في أمريكا وتنافس عليها الاثنين. وفازت طبعا هنا جوده لاعبه التنس الطاوله في النادي الاهلي بافضل ناشئه للسنه الثانيه. بالمناسبه الحفل ده ثاني يعني نسخه منه، دي النسخه الثانيه من هذا الحفل. نتمنى تدوم، واتمنى ان الموضوع ده يتعمم بشكل اكبر، بديتيلز اكتر، بـ 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 يعني بمشاركه اكبر من المواقع. يا ريت المواقع، وده النداء يعني لكل المواقع وكل المسؤولين عن المواقع، ان احنا ندي نهله سامح طبعا كابتن الفريق، دي في الصوره وهي بتتسلم جائزه الافضل. الف مبروك يا نهله، دي حاجه تسعدنا جدا، تستحقيها عن جداره. يعني الحقيقه حاجه و50 بطوله يمكن على ما اتذكر، صح يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله 47 بطوله، ان شاء الله يبقى 50. انا يعني قلت فال حلو السنه دي، ان شاء الله نقفلهم 50. يلا فال حلو اهو، ماشي. وطبعا عندنا غاده حسام نجمتنا، حاجه جميله وحاجه محترمه. كاميرا الابطال كانت موجوده في الحفل وصورنا التقرير ده مع ابطالنا، نتفرج عليه وجه لحضراتكم تاني. طبعا انا كنت سعيد جدا ان انا اكون موجود، يعني انا حضرت انا من حوالي 10 ايام اللي هو برضه الحفله بتاع الرابطه كان فيها تكريم، والنهارده التكريم بتاع الحفله اللي احنا موجودين فيها. وفي الحقيقه الناس كلها سعداء، في ناس اجانب موجودين هنا، في رئيس الاتحاد الدولي للخماسي كلاوس شورمان والديليجيشن بتاعه. ففي الحقيقه يعني حاجه جميله جدا ان يبقى في كل يوم تكريم، معنى كده ان الرياضه بتتحرك للامام، ومعنى كده ان في نتائج الابطال بيعدوا اعداد جيد. واللي انا عايز اقوله برضو واكد عليه ان العلاقه الطيبه، يعني تعقيبا على كلام السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي على النتائج اللي تمت في خلال المرحله الماضيه، فهو ده يعني ثمار تعاون بين اللجنه الاولمبيه المصريه والسيد الوزير في اعداد الفرق وفي عمل ندوات للناس وتوعيه للناس للرياضيين بتوعنا. فدي حاجه جميله جدا انها
انها يعني تبقى موجوده عندنا في مصر هنا. احنا يعني طبعا الحمد لله التكريم ده ان دل لا يدل الا على الانجازات اللي اتعملت، لان ما فيش تكريم من غير انجازات. فالانجازات كويسه جدا. احنا نقول ان احنا عندنا يعني حققنا في الثلاث سنين اللي فاتوا حوالي 542 ميداليه، ودي حاجه كويسه جدا. يعني لو شفناها على العالم كله مش هتلاقيها موجوده الا في مصر، بعزيمه مصر وبتاريخ مصر وبحضاره مصر ان شاء الله، وبالدعم بتاع القيادة السياسية الغير محدود وراعي الرياضة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكيد إن شاء الله هنوصل لحاجات كويسة جدا، وهنرضي الشعب المصري ونفرح الشعب المصري اللي هو دايما سندنا، ودايما بيدعي للرياضيين عشان يفرح الرياضيين، والرياضيين يفرحوا مصر بإذن الله. دي حاجة بالنسبة لنا إحنا كألعاب أخرى يعني بتساعدنا كتير، وبتدينا طموح إن إحنا نكون كل سنة يكون عندنا هدف إن إحنا طبعا غير البطولات إن إحنا نقدر نحققها، إن إحنا نكون مرشحين ضمن الأفضل للعام اللي قبليه مع تتويج. فطبعا دي يعني أنا بشكرهم إن هم عملوا حاجة زي دي، عشان إحنا دايما فعلا كل ما بنسمع إن هي لكرة القدم بس، فكويس إن يعني ابتدوا الناس يبصوا شوية للألعاب الأخرى. يعني طبعا الحمد لله أنا شعور كويس قوي، وأنا مبسوطة طبعا بوجودي هنا وإن أنا تكرمت، ومبسوطة بالتتويج والفكرة نفسها. دي حاجة جديدة اتعملت، ودي تاني مرة تقولي وألعاب كتير، وحتى حلقة التواصل بيننا وبين الألعاب التانية، فدي حاجة بصراحة يعني حاجة حلوة قوي. بس دايما بنقول يعني إن هي الحاجات الاهتمام بالألعاب الفردية غير الألعاب يعني خاصة كرة القدم هي اللي بتدي دفع للاعبين بتوع الألعاب الفردية إن هم يحققوا حاجات أكتر. وحفلة النهاردة يعني السنة اللي فاتت النسخة اللي فاتت الحمد لله أنا كنت فزت بيها، وإن هي تبقى حاجة مستديمة دي حاجة برضو حاجة كويسة جدا. النسخة الثانية فيها إضافات جديدة، دخلنا أفضل لاعب عربي. إحنا بدأنا ننطلق في الأول كنا بادئين إن إحنا موقع متخصص في مصر، بدأنا ننطلق للعالم العربي والدول العربية، نديها مساحة أكبر ونغطي أخبارهم بشكل أكبر. فإدينا طبعا عندنا السنة دي أفضل لاعب عربي وأفضل لاعب عربية، أفضل لاعب عربي بارالمبي وأفضل لاعب عربية بارالمبية. دخلنا السنة دي برضو الأول مرة جايزة للإعلاميين. السنة الفاتة مكناش عاملين الحقيقة للإعلاميين، فقلنا نعمل خصوصا الإعلاميين المتخصصين في الألعاب الأخرى. دي يمكن أكتر حاجتين مختلفتين السنة دي معنا. أكيد دي حاجة تسعدنا إن يبقى في يعني حدث وتكريم ومنافسة ما بين الألعاب الأخرى، ونتمنى إن الموضوع ده يبقى يعني يتعمم في كل المواقع. يعني الحقيقة لما بتخش كرة القدم مع الألعاب الأخرى يمكن يعني الألعاب الأخرى بتظلم، طبعا كرة القدم هي الشعبية الأكثر والأكبر والأعظم وكل شيء، فالحقيقة لما بيتدخل من جنبها حد بيظلم. فلما بتفصل الدنيا بتبان وبتظهر وتبقى شكلها حلو زي ما حضراتكم شايفين. هنروح لخبر كمان أسعدنا كثيرا يمكن، وبيدل على ثقة المنظمات أو الاتحادات الدولية في قدرة مصر على استضافة الأحداث الكبيرة، الأحداث الرياضية الكبيرة.